مرحبا الكائنات الحية حتى تضمن بقاءها على هذا الكوكب لازم يكون في عندي تكاثر وإحنا بنعرف إنه في عندي تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي التكاثر اللاجنسي هو تكاثر اللي بيكون في البكتيريا بدنا نقول مثال عليه والتكاثر الجنسي لما بيندمج عندي جاميت ذكري مع جاميت أنثوي طيب هذا الجاميت الذكري والجاميت الأنثوي رح يعطوني نص العدد من الكروموسومات نصه من الجاميت الذكري والنص التاني من الجاميت الأنثوي لو أخذنا مع بعض خلية وهالخلية كانت بتحتوي على 8 كروموسومات في أثناء الانقسام المنصف رح يعطيني خليتين كل خلية بتحتوي على أربع كروموسومات طيب خلينا نشوف مع بعض كيف بده يصير عندي اندماج الجاميتات مع بعض حتى يكونوا لي رح احكي لكم بعد ما نشرح عمليه الاندماج. اندماج جاميد ذكري اللي احنا بنسميه حيوان منوي مع الجاميت الانثوي اللي هي البويضه رح يشكلوا ما يسمى بالبويضه المخصبه وهالبويضه المخصبه في داخلها انقسامات وراح يكون فيها انقسام متساوي وراح يشكلوا مع بعض هدول هاي البويضه المخصبه رح تعطيني كائن حي نحكي عنه كامل بيحتوي على كل الصفات الوراثيه الموجودة من الجامعات الذكرية والجامعات الأنثوية طيب شو ممكن تكون هاي الصفات رح نحكي عنها أكثر المرة الجاي سلام